مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تي في. تمكنت عناصر الشرطه بمنطقه امن ميناء طنجه المتوسط بالتنسيق مع رئيسها بالجمارك صباح اليوم الخميس من احباط عمليه للتهريب الدوري للمخدرات مشحنة بلغ المجموع ديالها 140 كيلوغرام من مخدر الشيرة جرى حجزها على متن سياره مرقمه بفرنسا. وكانت عمليه المراقبه الحدوديه باستعمال كلاب الشرطه المدربه لخدعت هذه السياره اثناء استعدادها للمغادره على متن رحله بحريه مكنات من حجز كميه من مخدر الشيرة معبأة باحكام داخل تجاويف معده الصفر داخل مقاعد هاد الناقله والسقف ديالها فضلا عن توقيف سائق ديالها الفرنسي من اصول جزائريه والبالغ من العمر 42 سنه. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسه النظريه رهن اشاره البحث اللي كتجري المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بطنجه تحت اشراف النيابه العامه المختصه وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحليه والدوليه لهذا النشاط الاجرامي العابر للحدود الوطنيه. هذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.